أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج صدى الأقلام، نرصد فيها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف العراقية والعربية والعالمية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في العربية الجديد، فلح الفياض يهاجم المبعوثة الأممية بعد حديثها عن استهداف البعثات الدبلوماسية. القدس العربية، العصائب تهاجم وزير الخارجية العراقي وتتوعد أمريكا بعمليات نوعية. وعلى الزمان، وزارة الصحة تسجل قفزة بوفيات كورونا وتحذيرات من تفاقم الأزمة الصحية. على إندبندنت عربي، كاظم يستعجل تصدير النفط إلى لبنان المهدد بالعتمة الشاملة. في الاتحاد الإماراتي، لبنان بلا أدوية وتخوف من انهيار شبكة إمدادات المياه خلال شهر. في الشرق الأوسط، احتجاجات المياه في إيران تتوسع خارج الأحواز وإدانات دولية للعنف. الخليج الإماراتي، كابول تنفي سيطرة طالبان على الحدود والحركة تطلب رحيل أشرف غني. هل يمكن للعيد أن ينجو من براكين الحزن التي تقذف حممها في العراق؟ هل يدعه اللصوص والطغاة والطائفيون والعملاء يمر ولو مرة واحدة بدون أن تحترق ثيابه البيضاء وتقطع أكفه التي تمسح على رؤوس الأطفال؟ مثنى عبد الله يتساءل في صحيفة الميثاق الوطني، لماذا حين يهرب الناس العليلة أجسادهم إلى مستشفيات العراق يكون الحرق آخر دواء لهم؟ هل يمكن الرهان على من قضى 18 عاما في رحلة البحث عن ضميره ولم يجدها؟ لماذا تصمت مراجع الدين الذين كان لهم القول الفصل في مواقف معينة ولصالح قوائم انتخابية محددة وفي مباركة تنصيب شخصيات فاسدة، ولا نسمع فتوى منهم تدعو الناس لإسقاط أصحاب المحارق الممتدة على طول وعرض الوطن؟ إلى متى تبقى المنابر مشتعلة بوسواس المظلمة بينما لا يأبه أصحاب العمائم بأجساد أتباعهم التي تلتهمها يومياً نيران السلطة الموقدة؟ في شهر نيسان المنصرم احترق مستشفى ابن الخطيب في بغداد، واحترقت معه أجساد أكثر من 80 مصاباً بوباء كورونا كانوا يتلقون العلاج فيه. وفي الأسبوع الماضي احترق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار جنوب البلاد، واحترقت معه أجساد أكثر من 90 مصاباً بوباء كورونا أيضاً. وكما مضى الحادث الأول من دون أن يلقى أي مسؤول جزاءه العادل بسبب الإهمال الذي أدى إلى الكارثة، ذهب الحادث الأخير أيضاً إلى لجنة تدقق في الحادث. وإذا ما علمنا أن كل اللجان التي تشكلت في أعقاب آلاف من الكوارث التي حصلت في العراق منذ عام 2003 وحتى اليوم لم تأتي بأي نتيجة، فمعنى ذلك أن هذا الحادث سيذهب إلى المجهول أيضاً. الكاتب يضيف أنه من المؤسف حقاً أن يمر العيد على العراقيين وقاماتهم متسربلة بالحزن في فاجعة مستشفى الحسين في ذي قار، بينما ينعم الطغاة واللصوص بالثروات ويقضون أعيادهم مع عوائلهم وحاشيتهم في مدن العالم المهمة. نطالع. تآزر المئات من العراقيين في عدة مدن عراقية وأجنبية يوم 18 من تموز لترتيب حملة إنهاء الإفلات من العقاب. طالبوا خلال مظاهراتهم الحكومة والمجتمع الدولي بلزوم ملاحقة المجرمين والمخربين الذين ضيعوا معاني الأعياد والحياة الصافية ونشروا مظاهر الدم والتخريب. هذا ما أشار إليه جاسم في مقاله بموقع عربي 21، أشار إليه جاسم الشمري في مقاله بموقع عربي 21. نطالع.
المتظاهرون هتفوا بشعارات محددة وقانونية تتمثل بضرورة إنهاء ملف الميليشيات وقوى التخريب والفساد التي قتلت ولاحقت شباب العراق الباحثين عن المستقبل وحطمت الوطن. إن متظاهري تشرين الذين خرجوا من أجل الحرية وجدوا أمامهم ثلة من الحاقدين على الحياة الذين أفرغوا سمومهما المميتة في أجساد شباب تشرين الطرية وعقولهم المتفتحة وأحلامهم الواسعة. ومع كل هذه الصور السوداوية كان الموقف الحكومي والبرلماني لا يرقى لمستوى المسؤولية المطلوبة لإيقاف نزيف الدم وتحقيق آمال الجماهير، ولهذا كانت حملة عدم الإفلات من العقاب. ومع أهمية أهداف الحملة إلا أن الملاحظ أنها تقتصر على مرحلة جزئية من تاريخ الكارثة العراقية بعد العام 2003، وهي مرحلة ما بعد مظاهرات تشرين الأول 2019. ولهذا ينبغي أن تشمل تلك الملاحقات كافة المتورطين بقتل وتهجير المواطنين منذ العام 2003 وحتى الساعة، لأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم. ويتحتم ملاحقة جميع الخارجين على القانون دون تمييز بين مرحلة وأخرى أو دم وآخر، ويفترض أن تشمل جماعات الفتنة التي هجرت المواطنين وحرمتهم من وطنهم وعوائلهم، لأن الأولى قتلتهم مادياً وسحقتهم تحت الأرض، والثانية هجرتهم وقتلتهم معنوياً وهشمتهم فوق الأرض. الكاتب يرى أن عيد العراقيين هو يوم الوصول لمرحلة بناء الدولة العادلة والتعايش الإنساني والتكاتف المجتمعي والسلام المستدام والحياة الحرة الكريمة الخالية من الطالحين والمحاربين للحياة والمستقبل والمليئة بالأمل والزاهية بتطبيق العدالة على الجميع، ولا يمكن لأحد أن يتهرب من قبضة العدالة والقانون. مثلما أن علي خامنئي ما كان ليريد رئيسا لإيران من ذلك الصنف الذي يثير الالتباس، فجلب إبراهيم رئيسي من قاع الجريمة إلى رأس السلطة، فإنه لا يريد حكومة في العراق ولا في لبنان تثير الالتباس. علي الصراف يقول في صحيفة العرب اللندنية إن إيران تريد أن تفرض هيمنتها المطلقة على العراق وسوريا ولبنان حتى لو بقيت العقوبات الأمريكية قائمة ضدها. نطالع. كل توقعات مقتدى الصدر بشأن الانتخابات المزمعة في أكتوبر كانت تقول إنه يريد أن يفوز بالأغلبية وأن يشكل الحكومة ما لم يكن هو نفسه رئيساً للوزراء، ولكن جاءته اللطمة من طهران لتقول له إنك لن تحصل على أكثر من 30 مقعداً ولن تعين رئيساً ملتبساً للوزراء مثل الكاظمي. فخرج الرجل ليلعن أبو المشاركة في الانتخابات ويعلن من دون سابق إنذار انسحابه منها، ويندد بالذين سوف يفوزون بها من أهل الفساد الذين وصفهم بالتبعية حتى كاد يشير إليهم بالاسم. إنها لواحد من أولئك الذين يمثلون خط الإمام ويمارسون السلطة في العراق كسبيل لخدمة مصالح إيران، والبديل في لبنان سيكون على ذات الغرار، ولن يصعب العثور على تكنوقراط مزيف يعمل في خدمة الحرس الثوري ولا يهمه أن يتخاطب مع مؤسسات التمويل الغربية، سوف تفتح له أبواب أخرى. لقد تدبرت إيران أمرها في ظل العقوبات لعدة سنوات، ويمكن أن تتدبر أمرها لسنوات أخرى، وإغراءات المال الغربية ليست مما يقنع حزب الحرس الثوري في لبنان بالتخلي عن سلطته، ولا أحزاب العصابات الولائية في العراق بقبول حكومة ملتبسة تلعب على الحبلين. الكاتب يشير إلى أن إيران لن تتخلى عن شبر مما استولت عليه، وليس مما يهم رعاها كيف يعيش الناس، ولهم يعيشون بالبؤس نفسه في كل مكان وطئته أقدامهم،
وصور البؤس في لبنان ليست أسوأ من صور البؤس في اليمن والأزمات المعيشية الكارثية يمكن أن تتواصل لعقود. أيا تكن نتائج الاستشارات النيابية الملزمة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية اللبناني ميشيل عون لتكليف اسم جديد يشكل حكومة جديدة، فإن المصاعب والأزمات التي سيواجهها وهو جزء منها غير خافية على أحد. محمد نور الدين يرى في صحيفة الخليج الإماراتية أن لبنان يعيد إنتاج سلطته السياسية مرة كل 20 أو 30 سنة، وغالبية محطات التغيير كانت للأسف دموية ولم يكن يخرج منها منتصرا سوى الطبقة السياسية الحاكمة. نطالع. أيا يكن رئيس الحكومة الجديد المكلف، فإن الأزمة أزمة نظام سياسي واقتصادي وقضائي وأمني، ما عاد ممكنا إعادة إنتاجه إلا إذا كان يراد للبنان أن يزداد خرابا وتسد أي قوة ينبثق منها بصيص أمل. إن أزمة النظام السياسي في لبنان مزدوجة داخلية وخارجية. في الداخل كانت الطائفية عصب النظام، فتلطى خلفها حماتها وأدعياؤها، وتحول لبنان تدريجيا إلى وكر للأفاعي يلسع أبناءه كلما تحدث أحد عن إلغاء الطائفية، فإلغاؤها كما حاولوا إقناعه يعني تمكين طائفة أخرى من التغلب على طوائف أخرى، حتى بات اللبناني ينام ويستيقظ ويأكل ويشرب النزعة الطائفية. يمكن للزعيم الطائفي أن يورث أبناءه وأحفاده باسم الطائفة، أما العامل الخارجي في استمرار نظام الفساد فهو بين واضح وضوح الشمس. فعندما تأسس لبنان الكبير أرست فرنسا المنتدب نظاما طائفيا بغيضا ومفصلا على كل الطوائف، والسبب بسيط، حيث إن الدول الاستعمارية تبحث عن مبرر للتدخل في شؤون الدول الداخلية لتبقى مصدراً لتقسيم المنطقة وإثارة الاضطرابات. لذا على سبيل المثال، فإن العراقيين لم يجدوا بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 سوى نظام المحاصصة، والفساد اللبناني نموذجاً يقتدون به، فوقعوا في شر أفعالهم، فساد بالجملة، طائفية بغيضة، واحترابات داخلية. وبحسب الكاتب، فإن لبنان اليوم يعيش ما لم يعيشه بلد في العالم من فتك لمستقبل أبنائه الذين تحولوا إلى متسولين لوجبات غذائية حتى للجيش، ومستجدين حتى دواء مخفضا للحرارة. كل ذلك بفضل الطبقة السياسية الأسوأ في العالم وبفضل الخارج الأكثر توحشا. اندلعت الاحتجاجات في الأحواز العربية على خلفية شح المياه فيها بعد محاولة النظام الإيراني تجفيف الإقليم ودفع سكانه للهجرة. جبريل العبيدي يرى في صحيفة الشرق الأوسط أن التجفيف للأنهار والتعطيش للتغيير الديموغرافي في الأحواز الذي تعاني الفقرة والتي تعاني الفقرة والتمييز والقمع هو جزء من محاولات النظام الإيراني البائس والمأزوم الأخيرة لتهجير العربي من الأحواز. نطالع. القمع والتمييز اللذان يمارسهما النظام الإيراني في الأحواز العربية واجهه الشعب الأحوازي بمظاهرات واحتجاجات غاضبة، لكن القمع والرصاص كان مصير هؤلاء الغاضبين، فسقط عشرات القتلى والجرحى برصاص قوات النظام الإيراني. النظام الإيراني يواجه غليانًا شعبيًا محليًا ليس فقط في الأحواز العربية بل في طهران الفارسية لأسباب معيشية بالدرجة الأولى طالت لقمة العيش وسبله المختلفة بسبب غلاء الأسعار والتضخم المالي والسياسات الاقتصادية الفاشلة والصرف على التسلح العسكري. السلطات الإيرانية عبر السنين تعاملت مع الأحواز العربية المحتلة من الباب البوليسي القمعي، فأشعلت الإعدامات اليومية
وتعليق الأحوازيين الأبرياء على أعواد المشانق بلا أدنى درجات التقاضي والمحاكمة العادلة، مستخدمة شماعة مندسين ومثيري شغب إلى آخره من قاموس البسيج لتبرير القمع والقتل فقط لأنهم عرب سنة، وأغلبهم يرفضون الاحتلال الإيراني ويطالبون الأمم المتحدة بحق تقرير المصير عبر الاستفتاء. فالمطالبات بالانفصال أو الحكم الذاتي قديمة متجددة منذ عشرينيات القرن الماضي، وبروز قيادات مثل جبهة تحرير الأحواز عام 1956 ومظاهرات وانتفاضات، لعل أشهرها انتفاضة الأحواز عام 1979 كواحدة من الانتفاضات التي طالبت بالحصول على حكم ذاتي. الكاتب يختتم بالقول إن لسان حال الأحوازيين يقول: ستبقى الأحواز عربية، وحق تقرير المصير مطلب عادل لأهل هذا الإقليم المحتل، فالأحواز عربية رغم أنف النظام الإيراني تاريخيا وجغرافيا. تسير المفاوضات ببطء شديد بين الوفد الحكومي الأفغاني وحركة طالبان على الرغم من حرص الجهة المستضيفة الدوحة تقريب وجهات النظر بين الطرفين والخلوص إلى اتفاق سياسي، وقد توافقا أخيرا على تسريع التفاوض بينهما، إذ يرى محمود الرماوي في صحيفة العربية الجديد أنه ليس معلوما على أي وجهة سوف تسير المركبة بعد زيادة سرعتها، فحركة طالبان ترغب في التفاوض في مكان آخر وهو ساحات القتال. من الواضح أن الانسحاب شكل ضغطا على طرف واحد وحكومة كابول، التي سرعان مع إغلاق قاعدة باغرام الجوية ما فقدت الغطاء الجوي الأمريكي في معاركها مع طالبان، بما مكن الأخيرة من تحقيق تقدم ملموس في غضون أسابيع. الفرصة السياسية المتاحة الآن للتأثير في مستقبل أفغانستان تكمن في اشتراط الدول المعنية أن يتم التوصل إلى اتفاق ملزم بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، شرطاً للتعامل مع الواقع المتحول والآخذ في الارتسام حتى نهاية العام الجاري الذي ينبئ باستحواذ طالبان تدريجياً على مقاليد الحكم وبالقضم البطيء أو السريع لمفاصل السلطة. استمرار القتال ينذر بمزيد من الاستنزاف ومن الخسائر البشرية والمادية، ولمواجهة هذا السيناريو شبه المكشوف ومن أجل إشاعة مناخ جدي للتفاوض، لا بد من إرادة إقليمية ودولية لفرض وقف إطلاق نار مديد، واعتبار الاستعداد لوقف العمليات الحربية هو البرهان المطلوب لحسن النيات في التوجه نحو حل سياسي متفق عليه ويحقن دماء الأفغانيين بعد أكثر من 4 عقود من صراعات دامية أزهقت أرواح عشرات الآلاف وشردت الملايين وقوضت البنى التحتية المتواضعة متى ما وجدت. الكاتب يضيف أن ترك أفغانستان في حالها لا يعني سوى ترك الحرائق تستعر في هذا البلد كي تأكل المزيد من الأخضر واليابس. لجأ إندونيسي مصاب بفيروس كورونا إلى حيلة غريبة للسفر على متن رحلة جوية، فتنكر على هيئة امرأة وارتدى نقابا منتحلا شخصية زوجته التي حمل جواز سفرها. وأصر الرجل الإندونيسي على ركوب الطائرة رغم أن التحاليل أثبتت إصابته بكورونا، فقرر التنكر واستخدام نتائج اختبار زوجته السلبية وبطاقة هويتها للسفر عبر مطار جاكرتا. وانطلت الحيلة على مسؤولي المطار بالفعل، وصعد الرجل إلى الطائرة التابعة لشركة كيتليك من جاكرتا إلى تيرنات، وكان يرتدي نقابا يغطيه من الرأس إلى أخمص القدمين، لكنه أثار شكوك مضيفة الطيران لاحقا. وأوضحت مضيفة الطيران للسلطات أن شاغلة الراكب يدخل حمام الطائرة ثم يخرج منه مرتديا ملابس الرجال بدلا
من النقاب الذي كان يغطي كامل الوجه، وأبلغت سلطات المطار في تيرنت التي احتجزت الراكبة عند نزوله من الطائرة. نتابع سويا الرسوم الكاريكاتورية. إلى اللقاء.